معا نحيا بسلام، هذا هو شعار ورشة عمل للحد من انتشار حمل السلاح في مدينة سيئون، بحضور رسمي وعسكري ونخبة من قيادات منظمات المجتمع المدني، والتي تنظمها مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية، وتهدف إلى منع حمل السلاح. كما سيجري تنفيذ المرحلة الأولى في مديريتي تريم وسيئون، وتأتي هذه الورشة لوضع حل للخروج من مشكلة الانفلات الأمني الذي تعيشه بعض مناطق وادي حضرموت. حقيقة الأمر هذه الورشة أتت أقولها أنها متأخرة، ولكن إن شاء الله تخرج بنتائج إيجابية، وعلى ضوء المحاضر أو المحاور التي ستقدم لمصلحة أمن الوادي والصحراء بشكل عام، يعني وليس مديرية سيئون فقط للحسبة، ولكن للوادي والصحراء بشكل عام. الندوة التي تقوم بها المؤسسة بن حبريش الشهيد بن حبريش ستلقى كل اهتمامات إدارة الأمن بالوادي والصحراء. قدمت الورشة 4 محاور حول تنظيم حمل وحيازة السلاح في القانون اليمني. أما المحور الثاني فقد كان عن مخاطر حمل السلاح وأثره في زعزعة الاستقرار والأمن العام، فيما تحدث المحور الثالث والرابع عن التأثيرات الاجتماعية لظاهرة حمل السلاح وتسببها في انتهاك حقوق الإنسان. هذه الحملة جاءت إيماناً من المؤسسة بضرورة إشراك المجتمع المدني في معالجة القضايا الأمنية، ولا شك أن وادي حضرموت وكما هو معلوم للجميع أنه يعاني من اختلالات أمنية، وبالتالي جاءت هذه الحملة لتدشن لفترة قادمة تستمر لأكثر من شهرين في مديريتي سيئون وتريم، برنامج متكامل توعوي ثقافي والحد من انتشار السلاح. الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي حضرموت بدأت بتنفيذ الحملة الأمنية الواسعة بمديرية سيئون لمنع حمل السلاح وإزالة اللواصق العاكسة لبعض المركبات، ونفذت هذه الحملة بمشاركة رجال المرور والأمن العام بالإضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الأولى، وتسهم هذه الحملة بضبط مظاهر الاختلالات الأمنية والمركبات المشبوهة وضبط المخالفين للقوانين واللوائح المرورية. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون حضرموت.